السلام عليكم. بلقج الشماكي الاخوان في هذا الموسم هذا رجعت يخوف جميع المنافسين ديالو. اي منافس الاخوان اللي خاصو يكون جيش الملكي خاصو يحضي راسو مزيان. وزيد عاوتاني الاخوان الفوز بالرباعيات ولا بالثلاثيات رجعت شي امر عادي بالنسبه للفريق. انا شخصيا الاخوان رجعت عندي عادي نشوف الجيش الملكي تيربح ب 4-0 ولا 3-0 ولا شي 2-0، لان بالنسبه لي الفريق الجيش الملكي هو افضل فريق اللي تيبني الهجمات. وزيد عاوتاني الاخوان افضل فريق هجوميا في البطوله الوطنيه. وزيد عاوتاني عنده احسن لاعبين في خط الوسط والهجوم. وزيد عاوتاني الاخوان في هذا الماتش هذا قدم واحد الدرس اللي كان غالي بالنسبه للفريق المالي. وزيد عاوتاني الاخوان صيفط واحد الرساله اللي كانت واضحه لجميع الفرق المنافسه. هذه الرساله هذه بعنوان واضح، حضيو راسكم، حضيو راسكم مزيان فريق الجيش الملكي. اما الاخوان الحاجه الثانيه في هذا الماتش هذا الجمهور العسكري كان في القمه. وفي هذا الموسم هذا الاخوان السر ديال الفريق هو الجمهور ديالو. الجمهور ديال الجيش الملكي في هذا الموسم هذا على خلاف جميع المواسم اللي قبل. وراه تصور الاخوان ماتش عادي في الكونفدراليه الافريقيه ومع التيران كامل. اما الاخوان الفريق الثاني اللي كان عاوتاني اللي هو نهضه بركان، مالكم شنو اللي وقع لكم في هذا الماتش هذا حتى تقصيتوا من الفريق التونسي؟ والسبب ديال الخساره ديال نهضه بركان غادي نهضر عليها في اخر الفيديو. المهم الاخوان قبل ما نمشيو نهضروا على هاد جوج ماتشات اللي كانوا اسطوريين، ما تنساوناش الاخوان اهم حاجه اللايك، ما تنساوناش الاخوان لايك وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وما تنساش عاوتاني اهم حاجه تشترك معنا في الصفحه. ويا الاخوان اذا كنتم مستعدين نبداو. فرناندو داكروس مدرب ديال الجيش الملكي عطى واحد الدرس غالي للفريق المالي، وعطاه الاخوان ديك الميساج اللي كنت قلته بالضبط مرحبا بك في الجحيم. وبكل صراحه الاخوان علم مزيان هذا الفريق هذا كيفاش تلعب كره مزيان. اما الاخوان الفوز ب 4-0 واحد الامر عادي في هذا الماتش هذا، لاننا الاخوان بكل صراحه راه تنهضروا على افضل فريق اللي تيعرف يلعب كره هجوميه. وبالنسبه لي الجيش الملكي هو افضل فريق اللي تيبدا الهجمه من الدفاع تيكملها حتى الهجوم، لان الاخوان بكل صراحه عنده واحد الخط الوسط من افضل خط الوسط في البطوله حاليا. اما الاخوان من ناحيه الناس يتفرجوا في الماتش راه متاكدين باللي الفريق على الاقل في هذا الماتش هذا كان خاصو يربح بشي 6-0. راه الاخوان الفرص اللي ضاعوا في هذا الماتش هذا راه شي حاجه ما يمكنش، وانا تنقول لك اقل حاجه كان يمكن يربح بها الفريق هي 6-0. اما الاخوان من ناحيه الملاحظه ديالي اللاعبين ديال الجيش الملكي اللي كانوا في هذا الماتش، اول لاعب اللي خطف الانظار الاخوان هو ربيع حريمات. هذا اللاعب هذا دار واحد الماتش اللي كان اسطوري ديال بصح، وزيد عاوتاني اللي كان ختمها بالبيت اللي ماركاه في الدقيقه 62. وثاني حاجه اللي لاحظتها في هذا الماتش هذا اللي هي بالنسبه لي لقطة الاسبوع، شفتوا الاخوان البيت الرابع ديال الجيش الملكي ولا ما شفتوه؟ اذا شفتوا مزيان كيفاش عربي الناجي هز ديك الكورنين وكيفاش بورغيس طار عليها وماركاها، بيت اللي كان زوين بزاف وعالمي. ولكن ماشي هذه هي الملاحظه اللي لاحظتها بالضبط، الملاحظه الرئيسيه في الاحتفال اللي احتفل به بورغيس مع عربي الناجي. وشفتوا الاخوان كيفاش عربي الناجي حيد الكابيتان وعطاها لبورغيس ولا ما شفتوش؟ وهذه كرساله واضحه باللي بورغيس هو ثاني قائد بالنسبه للفريق، لان الاخوان اقل حاجه المدافع هذا داير واحد الموسم الاستثنائي ديال صح. مدافع بين احسن مدافعين في البطوله، مدافع من احسن المهاجمين في البطوله في نفس الوقت، لان الاخوان هذا المدافع هذا من المدافع اللي تيماركيك تقريبا في اي ماتش، ودائما تكون خاطر بزاف من الركنيات ولا من ضربات الاخطاء. وبالنسبه لي حاليا اذا سولتني على احسن مدافع في البطوله غادي نقول لك هذا اللاعب هذا. المهم الاخوان اقل حاجه اللي يمكن نقول الجيش الملكي مبروك التاهل، وانا بالنسبه لي والنصيحه ديالي لهذا الفريق يكمل في هذا المستوى هذا ان شاء الله. نمشي دابا الاخوان نهضروا على مباراه ديال الصدمه اللي صدمت جميع المشجعين ديال نهضة بركان. بطل المنافسة وثاني أفضل فريق في إفريقيا في الموسم اللي داز خرج من الدور الثاني. الإخوان كنت نتمنى باللي في هذا الماتش هذا الجمهور ديال نهضة بركان يكون معمر التيران حتى للتالي، لأن الإخوان أهم حاجة هو فريق مغربي يتأهل للدور القادم. وثاني حاجة الإخوان الماتش كان بارد بزاف حتى مورا الدقيقة 85، مورا الدقيقة 85 شفنا الإخوان بيوتا ضاعوا، وزيد عاوتاني الإخوان المهاجمين ديال الفريق ضيعوا واحد الكرات اللي كانوا سالين راسهم راس بوطو، وزيد عاوتاني الإخوان البينالتي اللي كان في الدقيقة 92 اللي ما شافوش الحكم. وبكل صراحة ما عرفتش واش ما شافوش الحكم ولا دار براسو ما شاف والو، ولكن بالنسبة لي هذاك راه بيلاتي وكان خاصو يتحسب للفريق. وثاني ملاحظة الاخوان نهار اللي جا عبد الحق بن شيخة للفريق راه الفريق تدهور بزاف، مدرب اللي ضعيف بزاف تكتيكيا وبالنسبة لي ما تيصلحش نهائيا الفريق بحال نهضة بركان. ودا جيتي حاليا وسولتي على أفضل واحد كان في الماتش غادي نقول لك هو الحارس ديال نهضة بركان الحمياني. الحمياني بوحدو تقريبا جبد شي ثلاثة ديال البيوت اللي كانوا محققين ديال بصح. وأنا بالنسبة لي اخوان فريق نهضة بركان راه ما تيستاهلش يخرج من هذا الدور هذا نهائيا، والاقصاء من الدور الثاني بالنسبه لي ماشي مشرف نهائيا للفرق المغربيه. وحاليا الفريق المغربي الوحيد اللي غادي يبقى في هذه البطوله هذا هو الجيش الملكي، وبالنسبه لي الجيش الملكي كان امن به باللي غادي يفرح المغاربه في هذه البطوله هذه، وان شاء الله الاخوان ان شاء الله يدي هذا الكاس هذا يفرح الجمهور ديالو ويفرحنا حنا كمغاربه. المهم الاخوان وصلت حتى لهذه النقطه هذه ما تنساناش لايك الفيديو، وما تنساوناش الاخوان اهم حاجه تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. اوفتي الاخوان كان معكم حفيظ وتهلا.